وأنا سبحان الله يعني أنا من طفولتي في شغفي حب الزراعة، يعني وايد أحب الزراعة. لأني من كثر ما أنا أحب المزرعة وتمشي في دمي وعروقي يعني تفرغت كامل من سنة ونص هني في المزرعة. طبعا مثل ما تشوفون أنا مركزة طبعا هني عن النخيل وأنواع النخل، يعني ما أحط فسيلة إلا أكون متأكدة هل هي شو اسمه مطلوبة في السوق. أو النوعية الجيدة. طبعاً أحب بعد الفواكه واستانس لما أشوف شيء فاكهة مثلاً ثمرت وأنا زارعتها يعني حتى في بيتي يعني. زارعة في المزرعة طبعاً الحين أنا الحين تفرغت على أساس إن أطور المزرعة، وإن شاء الله لو جيت الفترة الجاية بتشوفون شو أبغى أسوي في المزرعة. أزرع في المزرعة عندي طبعاً نخل، عندي تقريباً 6-7 أنواع من النخل الأنواع. أزرع الذرة في الموسم، طبعا مواسم أزرع الذرة. In this year, on May 2024, we started the project with the Food and the Agriculture Organization, with the also Ministry of Environment and Climate Change, to start provide a farmer field school in the United Arab Emirates. We teach the farmers, the women farmers, for the good practices for pruning, for fertilization, for avoiding the pests in the section of date palm trees, and also the good practices for the post harvest.